إذن سيداتي نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، شوط السابع للخيل العربية الأصيلة شوط مشروط مسافة 1200 متر، سمجيد العفريت، باسل إمجيل الطم، زمير برا، كاسر سمحان، الشجاعة وكهو، انطلاقة قوية مع كاسر كالعادة لسيد محمد الشيبة والمدرب هو مارفن سيوند على الصدارة وعلى المركز الأول. ثاني المراكز محاولة مع الشحانية والجود، باسل جوليان سمارت على ثاني المراكز، مارك لورنر على ثاني المراكز، ثالثا محاولة من الخارج مع الجود رقم 4 إمجيل الطم لسيد مهند جاسم ياغوت، هادي الرمزاني على ثالث المراكز ومحاولة من الداخل مع أمقرن وبرلين السدام قرن الباند ميول على رابع المراكز ومحاولة المطوي من الداخل مع الجود سمحان الشجاعة وهاري بنتي من الخارج في سادس المراكز، سام جيدران وخليفة بشعيل الكواري عودة إلى الصدارة والمركز الأول مع كاثر السيد محمد الشيبة الآن على الصدارة وعلى المركز الأول في وضع اليد، محاولة الياغوتة على ثاني المراكز إم جي الطام السيد مهند جاسم ياغوت، هادي الرمزاني على ثاني المراكز لكن الصدارة لازالت مع كاثر، كاثر على الصدارة وعلى المركز الأول، مهندس محمد علي الشيبة على الصدارة، محاولة أم قرن من الخارج لكن الصدارة مع إم جي الطام، إم جي الطام هادي الرمزاني على الصدارة، فالح أبو غنيمة، فالح أبو غنيمة منافسة قوية، محاولة المطوي من الخارج لكن الصدارة مع إم جي الطام، منافسة قوية، محاولة الجود أم قرن، أم قرن القادم قرنا وام جي الطام منافسه قويه، ام قرنا اذا دخول جماعي لكن الصداره والمركز الاول مع الجواد رقم 6 ورا ليس دام قر الباند ميول يخطف الصداره ويخطف المركز الاول ليسدام قرن، الف مبروك. إذن سيداتي إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 6 الجواد فرادي سادام قرني المدرب الباند ميول المبروك. ثاني المراكز مع الجواد رقم 4 الجواد إم جي الطام لسيد مهند جاسم الياقوت، هادي رمزاني في التدريب. ثالث المراكز مع الجواد رقم 8 سبحان الشجاع لسيد حسن المطوي، رابعا مع الجواد رقم 7 كاسر للسيد محمد الشيب، مارفن سيوند خامس مراكز مع الجواد 2 العفريت لسيد ناصر الربان، ألف مبروك على هذا المركز.